عم بيواجهونا على الشارع الثاني، شو رح نعمل؟ قلت لكم اهدوا، هلا بتشوفوا شو رح اعمل. لا تأخذينا حضرة المدعية، نحن آسفين لأنه صعب تمري من هون. بس أنا لازم أمرق، عندي شغل ضروري بالمنطقة. حضرة المدعية الطريق مسكر بسبب المشاكل. ما بيهمني، افتح الحاجز. افتح الحاجز يا ابني، افتح يلا. إسراء، انتي مالك سهلة. قولي لها لأختك إذا عندها نائب عام شاب خليها تدبر لي. على ما يبدو انت مالك حابب تشوف حفيدك. حاجة بقى، في حدا عم يراقبك يا ابو يراس. قبل ما ترميني بحجارك اتعلم كيف تطلع قدامك ووراك. ماشي وصل. شامل خبره العاكف بسرعة. عم اسمع. بويرز ومتى اجوا لحتى ياخذوا لمراد. مين في بالمراقبة؟ حيدر. قالوا له لا يتحرك من مطرحه، رايح لعنده. اوكي شوي ومنكون هونيك. جاك لازم نطلع بسرعة، الأستاذ عم يطلبني. مدام رح يسألك عن صوفي، شو رح تقلي له؟ شو رح قله؟ رح قله أنه أنا مالي مربية أطفال،
إذا في ياخدها هو لإسطنبول خلي ياخدها. تفضل. براميت أنا. حيدر عاطف جاي لعندك. علم أنا بالانتظار. هاي نورة عملوا لي دراسة عن تصريحات الطيران وشوفوا لي كل معلومات الطيران الخاص اليوم. حنبعت لك المعلومات على موبايلك فاطمة باشري. عم شوف في 4 رحلات مقررة اليوم. رح ابعت لك المعلومات على الجوال. في شي حركة؟ هن من جوا. هلا الخطة تبعنا رح نحضر حالنا نتابع كل الرحلات الخارجية الخاصة بكل إمكانياتنا الموجودة بين إيدينا. أنا رح راقب عمليا ولأي مطار بيتجوا رح خبركن دغري. خلوا كل عناصرنا بأوروبا بحالة استنفار وين ما نزلت الطيارة رح يتابعوا المراقبة من هنيك. ايه تمام عاكف علم. ارجع على المركز انت. عاكف بلشت تستأثر بالمهام وتبعدنا عنها. شو عم تخرف انت؟ مو صح تضل انت وتراقبهم للجماعة لوحدك. اذا قدروا يضوعوك ما عاد فينا نلاقيهم. احتمال ضعيف يضوعوني الا اذا كان عندك احتمال تكشفنا نحن الاثنين. انت شو عم تحكي؟ بعملية الميزانيين كنت رح تكشفنا كلياتنا يا حيدر. لا تخليني اعيد وارجع على المركز. مثل ما بتأمر معلم. عم يطلعوا. جهزوا حالكم. عاكف لأي جهة راحوا؟ أي نورة. عاكف. 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 عاكف أنت عم تسمعني؟ عاكف في شي مشكلة؟ مسك كبل ايديك بالتركيسيون. انت ملاحظ شو عم تعمل؟ شو بدي اذنك لاعمل يلي بدي اياه؟ من هلأ صار لازمك اذن. يبدو رئاسة الكي جي تي ما انا مناسبتك. وقاحتك صايرة كتير كبيرة عاكف. رح تدفع تمن هالشي بعدين. وهلأ اتركني كمل شغلي. انت شغلك خلاص يا ابني. من هلا ورايح انا رح استلم الشغل واعمل شو قلت ولا تخليني اوصك. السياره اللي ماشيه قدامنا حتوصلنا لحراس المعبد. واذا كان بدك تمنعني اني لاحقهم لاحسن تقوصني. لا تشغل بالك انا رح اخذك لعندهم بايدي.
عجبتك يا بنتي؟ في جوا مجسمات كتير حلوة، رح تعجبك أكتر منا بكتير. إذا بدك بخلي جون ياخدك لجوا يورجيك إياهم. غلطت، بترجاك بعمل اللي بدك إياه، المهم لا تأذيها للصغيرة. عيب عليكي، شو مفكرتيني قاتل أطفال أو سفاح مريض؟ شو مفكرة أني ما رح أدرى؟ ما حبيت يا أستاذنا أنه يعرف حدا نقطة ضعفي الوحيدة، كل شي حسبته وعملته مشان خبيها. وأخذت بعين الاعتبار تفترقي عن عيلتنا كمان؟ عندي فضول لأعرف شو جوابك يا مارغريت. الجواب اللي بدك تعطيه مو بس لإلك، رح يبين إذا كان بنتك بدها تعيش ولا ما تعيش. مشان حب الناس البقية بالحياة عطول دورت على سبب. رهف لأول مرة بتعلمني حبي قلبي وبس، من دون ما فكر بأي شيء. كنتي مضطرة تختاري لهالشي بنت مراد على مدار من بين كل الأولاد حواليكي؟ فيلر كان رح يستخدم البنت بالمستقبل ضد مراد على مدار، بس صار شي ما كان عامل حسابه، خطة الرب خربت له خطته. أنا حبيتها لرهف. كان في بإيدنا ورقة نقدر نمسك فيها أكبر عدو لإلنا، وإنتي خبيتي هالشي عنا بسبب أنانيتك يا مارغريت. مراد على مدار قدر يتحداني ويحكي قدامي بكل جرأة وبكل وقاحة. كان فينا نتحكم بالختيارية من زمان يا مارغريت. هاي البنت هدية الرب لإلي، بترجاك بترجاك لا تاخدها مني. هاي الهدية على ما يبدو كتير مدللتك بالفترة الأخيرة، ما قدرت تعملي شي طلب منك من شان عائلتنا الكبيرة. إذا بدك تشوفي بنت مراد على مدار مرة تانية، بدك تقنعي أخت على مدار تسافر على اسطنبول مثل ما اتفقنا. مفهوم، بترجاك. بنت الرب يا مارغريت هي يلي بترضخ لكلام الرب، فهمتي؟ خلوا سيارة المتابعة تروح نحو المكان اللي كان فيه عاكف. لا لا تغير الاتجاه فاطمة، حياة عاكف معرضة للخطر. الأولوية حماية مراد أرجون ومتابعته، إذا غيرنا اتجاه السيارة رح تفشل خطتنا كلها. فاطمة معها حق، طالما عاكف هلأ مانو بوضع يقدر يقود في المهمة، القيادة هلأ بإيد فاطمة. عملوا اللي بدكن يا، أنا رح أروح على آخر نقطة نقطع فيها اتصالنا معه. طالعت فريق يا عينورة، انتي خليكي هون، نحن بحاجتك هون. اذا بهمك عاكف فلازم تضلي هون. شو عم يصير؟ للاسف فقدنا الاتصال مع عاكف. يعني ما في حدا ماشي ورا حراس المعبد؟ لا، عم نراقبه من الكاميرات. شو عم يصير فولكان؟ في حدا قرصن نظام الكاميرات تبعنا، ما عم نقدر ناخد صورة. على الأقمار الصناعية في تشويش بهي المنطقة، ما عم نقدر ناخد صور مزبوطة.
تسلموا هاتي. روحوا 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 اجت سيارة مبين الوضع جدي. خنقنا يلا من هون يا شباب الشباب الوضع كأنه عم يزداد خطورة ما هيك؟ بسرعة يا شباب. ليكي البنت غميت من هو من الطريق. انتو شوفوها وانا رح طلع الكمامات. ايلا ليكي سيارة مسكينة بدها مشفى. خلونا ننقلها من هون. يلا يلا احملوها. يلا ننقلها من هون بسرعة. احملوها بدي اشوف بعيونك. ايه من هون. بعدي هيك انت وياها. بسرعة نادي الشباب. الشرطة عم يضغطوا علينا. شو فينا نعمل؟ ساعدوك الشباب. شو عم تحكي انت؟ لا حدا يتراجع شباب. نحن رح ندخل بسرعة. شوي شوي شباب. آيلا وهلأ شو بدنا نسوي؟ ما عم تقدر تتنفس. آيلا لازم يشوفها دكتور. انقلوها على السيارة. ما فينا نطلع يا إسراء، بيوقفونا دغري. شو يوقفونا؟ ما فيهم يعملوا شي. آيلا اجت السيارة وانحصرنا هون. خلونا ننقل آيلا. كل مين وضعه تعبان من الشباب منطلعه معنا. سبقينا انت بسرعة. يلا يلا الحقوني بسرعة. يلا من هون. عم يحصرونا يا شباب. عم هلكن شوي شوي. ما فيهم يطلعوا من هون. ساعدنا شوي وامشي معنا. يلا شوي شوي. تعوا تعوا عم نستناكم. تعوا ما رايحين. يلا بسرعة. يلا بسرعة لك اطلعوا بقى بسرعة. يلا يلا تحركوا بسرعة. اسمعوا رفقاتي، في لقدام نقطة تفتيش، انتبهوا ما لازم يشوفوا آيلا وجانيير. خير انت منيحة استاذة؟ اذا بتوقفني شوي تانية بختنق. افتحوا الباب بسرعة. يلا تفضلي. شو يعني انت استاذة وعم تعطي اوامر؟ والله حبيبتي من هلأ ورايح بدكن تحسبوا حسابكن. يا عيني منيح والله. آيلا وجانيير كيفكن؟ لا تخافوا أنا منيح ما فيني شي. يبدو نزل ضغطي شوي مو أكتر من هيك. جانير عم ينزف وآيلا ما أنا منيحة أبدا. لازم نوصلهم على المستشفى بسرعة. مصادرنا بالمنظمة عم يعطونا أخبار، عم بيقولوا إنه في اتفاق إقليمي عم بيصير من تحت الطاولة، حيتركوا فيه سلطة المنطقة للمنظمة مؤقتا حتى من دون وصاية ومن دون حكومة، ورح يصير اعتراف شبه رسمي، ورح تكون المنطقة كلها تحت سيطرة المنظمة. يعني بعد اللي حققوا اللي بالدنيا بشمال العراق، بفهم منك عم يحاولوا يخربوا حالة التعايش يلي موجودة؟ ايه اكيد،
حالة اللا حرب واللا سلم بالنسبة إلون رح تكون كارثة عليهم وحتوقف الإمدادات عنهم، لهيك بدهم يرجعوا حالة التوتر معنا. بس أكيد المنظمة يلي وراهن بيعرفوا إنه ما رح نوقع بهذا الفخ السخيف. نحن ببداية مرحلة السلام وقعنا بخطأ استراتيجي كتير كبير، كان لازم نحافظ على الانسحاب كشرط أساسي وأولي مشان تبلش مرحلة المفاوضات وحماية ظهرنا. بس إنه يبين إنه الدولة عم تتفاوض مع المنظمة بيزعزع ثقة شعب المنطقة بقدرة الدولة على فرض سيادتها على الأرض. الثقة ما بتتزعزع، الإحساس العام هو إنه الدولة الموازية تبع المنظمة هي الحاكمة وما رح يكون من السهل محو هاي الظاهرة. عم بطلب من حضرتكم تحطوا هذا الموضوع مع الشايب على جدول الأعمال. شو صار بمسألة أذربيجان؟ أذربيجان كدولة يبدو أنه وضعها صعب كتير بسبب الاتحاد اللي أسسته روسيا من الأقليات مشان تغير الحكومة. الشايب عنده علم بهذا الوضع، ورح نكون ورا الدولة الأزارية بكل قوة مشان نمنع بهي المرحلة كل الاستفزازات والتدخلات يلي رح تأثر على الانتخابات، ونحن ما رح نترك الوضع للتجاذبات الدولية. روسيا ولعدة أسباب عم تحاول تضعفنا بمناطق نفوذنا، ما رح نخلي إخواننا بأذربيجان يضعفوا ولا يوقعوا بالشباك الروسي. أستاذي صار في مشكلة بالعملية، لازم نتدخل بسرعة. ايه ماشي، عبد الحي جنبي رح نتدخل. عبد الحي تتجه فورا على الكيجيتي، رح يتصل فيك الشايب ويعطيك التعليمات. أستاذي في شي مشكلة؟ عاكف صار بإيدهم، عملية مراد على وشك الانهيار. بسببك أنت أكبر عملية لنا على وشك الانهيار. هلأ هيك بدك تنتقم لأخوك؟ انتقام شو؟ لك أنت بعدك هنيك؟ هدول مريت منهم من زمان. إذا ما كان مشان الانتقام مشان شو؟ مشان أعمل العملية يلي ما بتحلموا لحد هذا اليوم تعملوها. لا تواخذني، أنا رح خلصك وعد مني، بس الهدف محرز. إلنا شهور عم نراقب حراس المعبر، لو ما طلعت حضرتك كنا رح ننهيهم. هيك بتكون خلصتني؟ ريح بالك عاكف، أنا أصلاً رح انهيهم كلياتهم بدالكم. وأنا ما كنت عم اتمشور من شهور. عابد أنا ماني عدوك، إذا عندك خطة حكيها، بلكي فينا ننقذ العملية. خطتي أنا سهلة كتير يا عاكف، رح سلمك لحراس المعبد وإكسب ثقة المعلم، وبأول فرصة بتصحلي رح أوصو براسه.
عم تغلط غلطة كبيرة. لا تخاف، هذا ما رح يكون أول غلط. ها ليكن جاي؟ ما لازم تسمح لهم يحققوا معي، عندي معلومات كتيرة. يلي رح تقلن يا ما رح يفيدهم بشي، ما رح يعيشوا كل هالقد. عابد، المعلم مراد عايش. وأنا بعرف هالشي، اللي يعني بدك ياهن يعرفوا؟ برافو عليك، عن جد شكلك مدرب منيح. عابد لازم تصدقني، أخي مراد عايش، هو الشايب الجديد. إذا ما أنك مصدقني بتصل لك فيه وبخليك تحكي معه. ما معنا وقت زيادة بنوب، عم يقربوا. يلا هات موبايلي. سيدي في وضع كتير مهم. أنا هلأ مضطر خليك تحكي مع عابد. شو صار؟ راح تقلي نقطع الخط؟ ايه وهلأ شو راح تقولي يا عاكف؟ كنت ناطر منك تلعب لعبة أذكى من هيك. سيد مراد، نحن ما عدنا أعداءك، فيك تشاركنا يلي جواتك وما في داعي تخليها بقلبك. طالما أنت بدك تشاركني خلينا نبلش بالمشاركة. سيد متى، أنتوا اللي قتلتوا لي شوفيري؟ اي نعم، لانه عصبنا كتير يا سيد مراد. صلوا لسنان على الارض كان كتير طويل، بقى مشان هيك حبينا نعرف مين اللي واقف وراه. طيب قدرتوا تعرفوا شيء؟ لو سألتوني لصالح مين عم يشتغل كنت خبرتكن انا. كان مع الدولة العميقة، وهلأ بفضلكم أنتوا لبين ما أعرف مين رح يحطوا عندي جماعة الدولة العميقة، رح نضيع وقت منيح فيها. لا تقلق سيد مراد، نحن لو ما عنا البديل ما منسحب القديم. يا سادة، من اليوم ورايح ما رح تتنفسوا بشي أبدا إلا بعلمي. بلا ما ناكل بعضنا هيك يا سيد مراد. انت سيد مجتمع، هذا الكلام تبعك شغل مافيا وزعران عصابات، كلام ما بيليق على لسان بارون مثلك.
أصبح لا تخلوني أحكي كلام ما بيلي يطلع من تمي، عم تفهموني مليح؟ ألو، نعم. بدي الكل يترك شغله ويسمعني. هدفنا الأول هلأ هو المطارات والمرافق البحرية. بس في إلنا زلم بالمطارات ولحد هاللحظة ما في أي حركة. خلي واحد يعمل تنسيق مع خفر السواحل. وين المكان يلي فقدنا فيه مراد؟ هون. نحن ماسكين مداخل ومخارج المدينة؟ معلم، ما في عنا عناصر بتكفي. خدوا دعم من الاستخبارات. في شي تطور بخصوص عاكف معلم؟ هلأ حكاني الشايب عاكف مانو بجدول أعمالنا. اجتنا الأوامر أنه نوجه كل إمكاناتنا لمراد وملاحقته. خلاص تمام. ليكني صرت اجتماعي، ما تغير علي شي. صار فيني روح على البيت واتغطى ببطانية الكآبة تبعي. صوفي، ما شفتك هيك بنوب من قبل. ايه، والشي اللي عم نشوفه مو مبسوطة منه. مو ناطرة منك تتفهميني مارغريت. انت عن جد مرة قوية، مرة مثلك من وين بدها تعرف معنى الكآبة؟ يا عمري، اعترفي انك وقعتي بهذا الوضع بسبب رجال لسه ما صار له 3 أيام داخل بحياتك، وخلينا نرتاح نحن الاثنين. وشو علاقة هالشي؟ هو مزبوط له تأثير بس مانو السبب الوحيد. برأيي هذا أكبر سبب، ومشان هيك عملت شغلة من دون إذنك. طلبت من جاك يعمل لك بحث عن عابد. يا مارغريت، ما في داعي أبداً لهيك شغلات. حتغيري رأيك بس تشوفي الشغلات اللي لقاها جاك. عابد، عم يشتغل لحساب أخي؟ بس ليش لحتى يعمل هيك شي؟ مين قصدك، عابد ولا أخوكي؟ قصدي الاثنين. ما بعرف يا عمري، بلكي أخوكي حب إنه يراقبك مثلا. ها؟ يعني بعد كل هالسنين؟ شو ما كان سبب هالشي يكون، رح يدفع حساب هذا الشي. Thank you.
مين انتو؟ شغل السيارة. انتو شو بدكم مني؟ بدك ترجع اسطنبول. انا شغلي هون، ما فيني. خلص شغلك، حرك السيارة. تمام، شكرا كتير. وصلنا خبر من فريقنا بهزارفين. بويرز واللي معه داخلين على المطار ناطرين أمر من شان التدخل. لا، إذا تدخلنا ما عاد نعرف وين رح بيصير الاجتماع وبأي بلد. شوفوا لنا وجهة الطيارة الخاصة اللي رح تطلع من هزارفين بأقصى سرعة ممكنة. أعطيني أخبار أنها رح تنزل بزيورخ. ممكن الطيارة تغير وجهتها بالجو، لازم نراقبها منيح. فيك تعلم الطيارة وتراقبها عن طريق الرادار؟ بجرب. خلي كل فرقنا الموجودة بأوروبا تكون بحالة استنفار كامل، يكونوا جاهزين للمراقبة بس تنزل الطيارة. يلاحقونا سريع أكتر. ومين هدول؟ هدول هن اللي فاضح أمرك قدامهم. هدول انتبهوا علينا، قرب منهم شوي. ما بيضل حدا عايش غير السائق.
يلا تحرك. ما فيني، ماني قدران. قوم تحرك، فيك تتحمل. منموت اثنيناتنا، انت روح.